اتوحشت الجو قوي يا تيتي. وانت يا حبيبي وحشتني قوي، ده انا ما شفتكش من ايام ما كنت صغير. بس ليه عندك طلب؟ بليز ما تقوليليش قوم هات مي. لا مش هقول لك قوم هات مي. انت بطل تقولي يا تيتا. وانا يا تيتا؟ لا يا روحي انت قولي زي ما انت عايز. مش معنى انا يعني يا تيتا؟ ما قلنا ما تقولش يا تيتا. خلاص وانت ما تقوليليش يا عدل. اقول لك خصم قرف. ما تقلل عشمك شوية يعني، وقوم من على كتفي. كتفي خلاص انتهى. اتوحشت الجو قوي يا تيتا. وانت كمان يا روح قلبي. ايه ده؟ ايش معنى هو يعني؟ بس 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 كفاية خلاص. انا مش عائل كبير عشان تعملوا معاك ده. ايه ده اكتبه عادي الخزعبات اللي بتقولها دي. معلاش معلاش